بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن الإنسان في عافية ما لم يتقحم سورة الدعوة، وأخطر هذه التقحمات أن يتقحم الكلام في الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل. إننا نشاهد في هذه الأيام أن الناس جميعا صاروا يتكلمون في دين الله، فهذا يحلل وهذا يحرم، وهذا يدعي أن هذا هو الحق البين، وهذا يرد عليه. ولو راجعنا في الفترة الأخيرة إلى الفتاوى التي يتناقلها الناس، لسيما على ألسنة الذين لا ناقة لهم ولا خطام في مسائل العلم، لوجدنا عجبا عجابا. أين الورع؟ وأين الإمساك والإحجام عن التكلم في دين الله عز وجل بغير برهان؟ أين الخوف من الفتية؟ أين الحذر من التجرؤ على الكلام في دين الله عز وجل بغير برهان ساطع ولا دليل نافع؟ أين هذا كله؟ لقد غاب ذلك في دنيا الناس. في هذه الظلمة السادرة وفي هذه الأجواء المشحونة، نرجع إلى السلف وهديهم وسمتهم وحالهم، لنرى كيف كان حالهم في هذا الموضوع. ومعنا رجل تابعي جهبذ علم في العلم والهدى والتقى والسمت، نعرف كيف كان حال السلف في مسألة الفتية من خلاله. إنه ابن أبي ليلى عليه رحمة الله، فقد قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. سبحان الله. بداية نريد أن نعرف من هو ذلك العلم، هذا الجبل الذي قال هذه الكلمة وحكى هذا الموقف. إنه ابن أبي ليلى، واسمه عبد الرحمن ابن يسار أو عبد الرحمن ابن بلال، اختلف في اسم أبي. ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وروى عن أبيه كما روى عن عثمان وعلي وسعد وحذيفة وطائفة من الصحابة، روى عنهم متصلا أو روى عنهم مرسلا. الرواية المرسلة أي أن يسقط الراوي الذي بينه وبين الصحابي، فقد روى عن كبار الصحابة ومن هم دونهم رواية متصلة ومرسلة. وروى عنه ابنه وابن ابنه، وهذه مسألة لطيفة، أن العلم يكون موصولا في البيت الواحد، فيروي هو عن أبيه، ويروي عنه ولده، ويروي عنه أيضا ولد ولده. فانظروا عباد الله كيف أن العلم يتتابع في الأجيال، وهذا ما ينبغي أن يكون، أن نورث العلم للأجيال الصاعدة، أن نورث لهم الأدب والأخلاق، أن نحرص على الخير لهم أكثر من أن نحرص على مطعمهم ومشربهم. كما روى عنه بعض التابعين
كالشعبي وثابت البناني وخلق كثير رضي الله تعالى عن الجميع ورحمهم. وهو تابعي كوفي ثقة، ابن أبي ليلى تابعي كوفي ثقة، فقد في معركة دير الجماجم سنة 82 هجرية، سنة 82 هجرية. هذه المعركة اجتمع فيها القراء وعلماء الحديث والعباد والزهاد، اجتمعوا في جيش واحد تحت إمرة ابن الأشعث وحاربوا الدولة الأموية في ذلك الوقت، وكانت فتنة عظيمة وقى الله تعالى المسلمين من شرها. فكان من جملة الذين شاركوا في هذه الحرب تحت راية ابن أبي الأشعث عفى الله تعالى عن المسلمين جميعا. وسميت هذه المعركة بدير الجماجم لاسم هذا المكان الذي دارت فيه. يقال بأن هذا المكان الذي هو قريب من الكوفة كان قريبا من موطن قبائل إياد، وقامت حروب عظيمة بين الفرس وبين هذه القبائل، وانتصرت القبائل العربية على الفرس فقطعوا رؤوس الفرس وجعلوا منها تلا عظيما من الجماجم، فسمي هذا المكان بدير الجماجم. هذا التابعي الثقة قال هذه الكلمة العظيمة: أدركت 20 و100، أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. يبقى أدرك 120 صحاب من الأنصار، ولما يقال من الأنصار أي الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا فعله وشاهدوا قوله وشاهدوا حاله وشاهدوا هديه، كما أنهم أيضا عايشوا كبار الصحابة وشاهدوهم. فقال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. إذا سئل أحدهم عن شيء، أي في دين الله عز وجل مسألة شرعية، ود ذلك السائل أن أخاه كفاه، يعني يقول سل فلان، فيذهب الآخر سل آخر سل الآخر سل الآخر، وهكذا دواليك سبحان الله. وهذا كله حتى يتورع عن الفتية، حتى يتورع عن الفتية. أنت في سعة يمكن أن تقول لا أدري، كثير من الناس يتورعون، ولكن أكثر منهم الذين يتجرعون. يمكن أن تجد غلاما حدثا صغير السن لم يحصل شيئا من العلم ويتكلم في التحليل والتحريم، هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي، وأرى أن هذا جائز وأرى أن هذا غير جائز. سبحان الله، من أنت يا عبد الله؟ من أنت يا عبد الله؟ إذا كان الصحابة الكرام يتورعون عن الفتية وأحدهم يترك الأمر لأخيه ليكفيه وأنت تتجرع عليه، لقد سمعت أن بعض الغلمان ربما يفتي في الشهر في أكثر من 100 فتوى، كل شهر أكثر من 100 فتوى في الشهر. ما هذه الجرأة الشديدة؟ بل إن بعضهم يتجرأ بأنه يفتي في السنة 30,000 فتوى. سبحان الله، مسألة واسعة جدا، مسألة واسعة جدا. نحن نشاهد حتى الذين لا علاقة لهم بالشريعة يتكلمون في الفقه والإفتاء وما إلى ذلك. سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أهل العلم يقولون بدأ الله عز وجل بالأخف وثنى بالأغلظ وثلث بالأغلظ وختم الأمر بأخطر هذه المحرمات،
فلما ننظر إلى هذه الآية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. الفواحش هو الذنب الفاحش العظيم المستبح البشع، هذا الذنب البشع حرمه ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك الإثم والبغي بغير الحق، ثم أعظم من ذلك الشرك بالله، ثم أعظم من هذا جميعا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله. وقال ربنا عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان يجتهد ألا يتكلم إلا بعلم، وإذا كان لا يعلم الشيء علما صحيحا متمكنا فيه، إذا لم يعلم ذلك الشيء فعليه أن يسكت، وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله، هذا اللسان من أعظم آفات أن يتكلم في الدين بغير علم، أن يتكلم في التحليل والتحريم بغير علم، هذا كذب على الله. فإذا كان من آفات اللسان الكذب فإن أخطر الكذب أن تكذب على ربك وأن تتكلم في الدين بغير برهان. ولهذا كان من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون لا أدري نصف العلم، لا أدري، أنا أريد أن أسأل سؤالا ساذجا. الذين يفتون في كم مسألة يسألون وفي كم مسألة يقولون لا أدري، أهم أعلم من السلف؟ أهم أفقه منهم؟ أهم أدرى بالله تعالى منهم؟ أهم أعلم بشرع الله تعالى منهم؟ أبدا والله. إن السلف كانوا هم العلماء حقا، كانوا أعلم الناس بالله وأعلم الناس بخلق الله وأعلم الناس بأمر الله، ومع ذلك كانوا من أعظم الناس ورع ومن أحذرهم أن يتكلموا في الدين بغير علم ولا برهان، ومع ذلك يقولون لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. سبحان الله، لا أدري، هذا هو التواضع، هذا هو الانكسار، هذا هو الاعتراف بأنه فوق كل ذي علم عليم. لقد سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن 40 مسألة فما أجاب إلا على 50 فقط. 40 مسألة لم يجب إلا على 5 مسائل فقط، وهؤلاء يسألون في مئات الأسئلة فلا يقولون مرة واحدة لا أدري. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى طريقه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.